وهي قريبة ما زال الإرهاب يسيطر عليها. This خربت الناقوس. The arms group is here. This village. It's called. القرية المقابلة أيضا اسمها واسط. ما زال. That one is واسط. The arms group. Children and women. يستشهدون والأهل متمسكون لا يخرجون. They got killed but they will not moving. في أرض صفرة هيك مبينة جوا. That three mountains is called the Zain al-Abidin mountain. There's M5, it's there. يمر عليه الإمام. On the main road, M5 main road. مثل الزيتون بين علينا جبل 40. جبل 40. نعم. عرفت كيف؟ نعم. إيه في حنتون شو اسمه؟ حنتون. They have experience how to walk in this one, yeah. You just have to guess, huh? هلا أنت جيت اليوم نحن يوميا شغلنا. هون ما هيك؟ لا بس على اليمين سيدي. هون هي السرمانية سيدي. سرمانية. تحت تماما سرمانية. ايه. نعم. سرمانية هي اللي هوني؟ نعم سيدي هي اللي شايف سيدي هاي البلدة فيها مسلحين السرمانية يدلوا عليها تحت هاي اللي تحت. السرمانية. دي السرمانية فيليج؟ سرمانية. هنا ذيس أرمز جروب هير. ذيس فيليج داون. سي؟ يس. قرقور. قرقور. After that the middle قرقور. Middle of the plain. Yeah, middle of the plain. After that, شو هذيك اللي بعدها؟ الفريكي. زيزون الجديدة لكن هالمدينة هي مبينة. This city. This city. زيزون new زيزون. زيزون الجديدة. Where the معناتها هذه المحطة ما؟ ليك المحطة. That one is the power station. هلا. See this زيزون new زيزون that one the power station. هلا هون في أتراك. Here there's Turkish. هون في تركي هوني. وينه؟ فوق بالسفح. جوا بالسفح. That one where the middle of the shadow there's light. هاي منا بيكمل الامفور وهو رايح. This Muhambil, the M4 is going to Muhambil and go to Idlib, to Saraghin. قرب تعال. شايفوا لهذا البناء؟ هذا اللي فيه السجرة هذا فيه مسلحين. البناء التحت. تحت. بنفس البناء. See this one for the arms. Opposite of that, the Syrian Arab army. المسافة 300 متر. That's 300 meters between that plant تحت and that تحت البناء هذا. إيه شفته. أشرت له عليه. This call المباقر. هذا كان مشروع. This project, you know, it's يعني بيربوا في أبقار. Project for the cows, you know, growing the cows. Yeah, it's called المباقر. Half with the Syrian Arab army and half with the arms group. ما حدا بيضربك لو حاولوا يضربوك بتضلك انت كشفت المعلومات ضربوني الشواريخ yeah, famous battle has happened here in this area. مشانكم عرفت هو بعكس بيبسط جدا هلا